مرحبا. الغلاف الجوي هو مسار كبير لنقل المي حول العالم، وهيدا بيصير من خلال الغيوم والسحب والهواء النقي، وبيوصل منسوب المي فيه حوالي 12900 كيلومتر مكعب. يعني إذا كل هالكمية شتت دفعة واحدة بتغطي الأرض بعمق 2 سنتيمتر ونص. وعودي للطقس بلبنان، غائم إلى غائم جزئياً مع احتمال أمطار متفرقة دون تعديل يذكر على درجات الحرارة. وهلأ بنبقى بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية، وخلينا نروح سوا صوب عكار حيث عم بتسجل 10، طرابلس 20، جبال 20، ومن بعدها بيروت 22، على الساحل صيدا 21، صور 21، بنت جبيل 14، نبطية 16، بيت الدين 17، برمنا 19، زحلة 16، بعلبك 11، وأخيراً الهرمل 15. أما بالنسبة للرطوبة فبتتراوح بين 60 و80%، حرارة سطح المية 25 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و 35 كيلومتر بالساعة، وريحية جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس لليوم بكرة وبعد بكرة؟ خلينا نشوفهم سوا. اليوم تتراوح بين 18 و 25، وبكرة بين 18 و 26، والطقس بيتحسن نهار الأربعاء إلى غائم ومشمس، وبتتراوح بين 19 و 27. أما هلأ ومثل العادة بترككم تقوموا بجولة على معدل درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا الدوحة 28، أبو ظبي 28، ومسقط 28 أيضا، ومننتقل من بعدها لتونس 23، القاهرة 20، وأخيرا تنتهي جولتنا بلندن 10 وبرلين 7. وهيدا جونا، خليكن لجو الأخبار.